أمنية. أمنية يا أمنية أمنية. القلب عامر بزاف محتاجاتش قوي بزاف. فمرحبا بك أمنية، اليوم الحلقة ديالك. عاودي قاع داكشي اللي ضراك، عاودي قاع داكشي اللي بغيتي. تتمنى من الناس اللي تيتفرجوا كذلك كلشي خلي جيم بارطاجي، الا ما مشاركش مشارك وخلي شي كومونتير فيه مدينتك ولا اي شيء. مرحبا بك أمنية، تفضلي عاودي قاع داكشي اللي بغيتي. اول حاجه شكرا لك خويا حيت استضفتيني في البرنامج مرحبا. ديالك، وشكرا للادمين، وكنشكركم بزاف حيت استقبلتوني عندكم. مرحبا. معكم أمنية من مدينة سلا. لا بلاتي عندي عفاك أمنية. سميتك الحقيقية نعم. هذه ولا مستعارة؟ لا مستعارة. لا. صافي تفضلي تفضلي يا أمنية. معكم أمنية من مدينة سلا. ساكنة يعني غير في سلا، أما يعني الأقدار جابتني لهنايا. تربيت بعيد على الوالدين ديالي، على الأب ديالي وعلى الأم ديالي. رضوني ناس ما كنعرفهمش. وصلت لواحد السن ديال 9 سنين عرفتهم بأنهم ماشي الوالدين ديالي. خرجت من عندهم عندي 9 سنين، ما كنعرف حتى شي حاجة، ما عندي لا فين نمشي لا فين نجي لا والو. كيفاش جراو عليك؟ يعني عرفتهم ماشي والدية، وتعامل تبدل، وبزاف ديال الحوايج اللي كان داخل فيهم سحر، وداخل فيهم بزاف ديال الحوايج. دابا كنت يعني الناس اللي كنت الحقيقة خرجتي. خرجت يعني كعرف الانسان، خرجت راسي كعرف الانسان كيكون باقي صغير وكتجمع عليه بزاف ديال الحوايج ما كيعرفش، وفهمتي يعني كنت باني واحد دير واحد الامل قدامك كاين بان داك الناس اللي انت معاهم هما والديك هما هادي، فهمتي واحد الوقيته كتعرف بان داك الشيء كامل ما كاين منه والو غير كذوب. صافي خرجت من الدار عندي 9 سنين، جيت لهنايا لمدينة سلا. تكرفص بزاف، نعس في الزنقة، دوزت العذاب، تكرفصوا عليا ناس بزاف، تعرضت للاغتصاب ما هي مرة ما هي جوج. وصلت في العمر دخلت لواحد القهوة خدمت فيها تما في ميناج، وكان نعس فيها تما مدة تقريبا شي 6 شهور أنا هكا في هذيك الحالة. كيفاش وقع لك كيفاش تعرضت للاغتصاب أول مرة؟ شكون هذا اللي كيفاش تعرضت للاغتصاب؟ نعم انا ما بغيتكش تعاودي، انا بغيتك تخرجي كاع داكشي اللي كان ضارك. عاودي كاع بالتفصيل، حنا كاملين المغاربه كاملين غادي يسمعوا. انا ما جيتش درت هذا البرنامج مجرد باش يسمع، حنا بغيناك تخرجي. انا كيفاش صارت صدى الاغتصاب؟ لقيت لي انا جيت لهنايا هذه المدينه هذه، انا ما كنعرف حتى شي حد، ما عندي حتى شي حد، ما عندي لا فين نمشي ولا فين نجي. كنت كنعس غير في المحطه ديال الكيران، كانت داك الساعة المحطة في واحد القنت هنايا راه معروف الخميس، كانت داك الساعة المحطة كانت تما، كنت كنعس غير تما. كتوصل واحد الوقيتة كنتخشى تحت واحد الكار كان كيبات تما في المحطة. يعني وبحكم بأن بنت وكتنعس في الزنقة وفي المحطة، والمحطة يعني راه معروف أشنو فيها، يعني راه معروف فيها الخايب بالليل كيكون أكثر من المزيان. تما فين يعني تعرضوا لي الاغتصاب ما هي مرة ما هي جوج، كان ربي كيحفظني من تما، من يعني باش نوصل لواحد الحالة ديال الاغتصاب اللي ماشي هي هذيك، ربي كان كيحفظني. ولكن من بعد منها بشي 3 شهور هكا كل 4 شهور انا كنت تما كنخدم، تلاقيت مع واحد السيد قال لي بنتي واش انت كتنعسي في المقهى هنا او هذيك؟ قال لي انا غنعطيك واحد المحل تسكني فيه، وقلت لي فيه زعما بد ما تجمعي وتكري وهذا. صافي واقع يعني انا مع صغيره ما كنعرفش، يعني تبعتو في فريو كما كنقولوا. ثاني عنده الدار ما عرفتش شنو هو داك الشيء، كان دار ليا في كاس ديال الماء شربته، ما بقيتش عاقله على راسي اشنو كاين. شو واحد كبير هذا؟ عاقله على راسي كبر مني في العمر، ما بقيتش عارفه راسي اشنو كاين، واش حيه ولا ميته ولا لا. قلت لي الصباح فاش نط لقيت حشاك وحشا الناس اللي كيسمعوا، لقيت
فرق شهر في حوايجي. قلت انا وقيلا وصلت الوقيته ديال البلوغ ديالي، يعني هادشي اللي قلت. انا ما كنتش عارفه بان داك الساعه انا راني اللي دخلني لعندو على اساس باش غيسكنني عندو راه تعدى عليا. صافي تما فين تعرضت انا للاغتصاب او للاغتصاب. صافي يا هذيك بقيت كنشوف ها اللي كتخرج في السادة اللي كلها وشنو ما ضغط باقا صغيرة ما كنعرف والو ما عندي حتى شي حد باغا نقلب على والديا باغا نعرف كونسي وبقيت مستمرة هكاك كنخدم والنهار اللي كنكون ما خدامش فيه كنخرج نقلب على الأب ديالي والأم ديالي. دوز عام هكاك في العادة بتزنقة في الجلويق ذاك العام ما نقولش لك أخويا كي داز عليا داز عليا بلا إله إلا الله تعذبت فيه تكرفست فيه بقيت فيه بالجوع كليت فيه العصام عند الناس بزاف ديال الحوايج اللي طراو ليا فيهم. تعرفت على واحد السيد وراني عطيتو السمية ديال الوالد ديالي والكنية عرفو جابني عندو لهنايا. فاش جابني لعندو لقيت الوالد ديالي حتى هو باش معروف حيت معروف حيت تاجر مخدرات كيبيع الحشيش. الو خليك معايا الله يسهل انا معاك واحد خير. واخا الاخوان كلشي برك على الجنة فاتوا بارطاجي كلشي بارطاجي وجام اي واحد يتفرج جام بارطاجي. صافي هي هذيك خويا عرفت بان الوالد ديالي نتاج المخدرات لقيتو ما كاينش لقيتو مشدود. بقيت رغم من ذلك دخلت للدار ديالنا كريت في دارنا كرات لي مرت الاب ديالي كرات لي بيت في دارنا كريت بيت في دار با كنمشي نخدم وكنجي ونخلص الكراف بيت في دارنا باش الناس اللي قالوا منين خارجه او منين داخله يقولوا داخله لدارهم وخارجه من دارهم باش ما يديوش عليا الناس شي نظره او باش ما نمشيش انا ندير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. صافي بقيت هكاك خرج الوالد ديالي لقاني تعرفت على واحد السيد درت معاه ربطت معاه علاقه تقريبا 3 سنين. هذيك العلاقه اللي ربطت معاه خرجت لي بوليد لقيت راسي حامله. الو السلام عليكم. السلام عليكم. سمحي لنا على انقطاع تقطع اللايف. لا ماشي مشكل خويا ماشي مشكل نتمنوا دابا يكون خدام ما شاء الله. خليناها واحد السيد داك لواحد الدار ياك صرفك شي حاجه تعدى عليك قدام شرفك. صافي ما عرفتش انا بان راه داك السيد زعما راه تعدى عليا ولا شي حاجه. قلت وقيلا انا راه غير وصلت الوقيته ديال البلاغ ديالي وهادي صافي داكشي علاش وقيلا داكشي غلط ليا هكا. ما لازم نشوف كيكون باقي صغير ما كيعرفش بزاف الحوايج. انا راه شدرا وقع ليا في العمر ديالي تقريبا 10 سنين. واو تعرف الاغتصاب في العمر ديالي 10 سنين. وحتى لذاك النازف اللي كان عندي يعني ما كانش عندي حتى شي نازف اللي هو طبيعي كان عندي واحد النازف واحد الحاله اللي لا يرثى لها. المهم صافي هي هذيك دازت بقيت هكا تقريبا شي اكثر من سيمانه وانا مريضه حتى بقيت وليت كنقدر نوقف ونتمشى وداك الشيء. صافي خرجت كنقلب عاوتاني على الخدمه. انا الحاجه الوحيده اللي انا الحمد لله كنحمد عليها الله درت في حياتي هي ولو دوز العذاب ودز عليا العذاب ودوز بزاف ديال الحوايج. يعني ماشي نقول لك انا مالك ولا يعني ما درتش شي حاجه خايبه ولا الحاجه الوحيده اللي كنحمد عليها الله هي ما عمرني كنت كنفكر بانني نخرج لطريق الحرام او نمشي مثلا الفساد ولا نمشي لهادي ولو تعذبت ولو كليت العصا ولو تقهرت ولو بقيت بالجوع ولو بزاف ديال الحوايج. حتى عرفت الوالدين ديالي فين كاينين طلعت قلبت عليهم كيف ما قلت لك لقيت الوالد ديالي في السجن. لقيت في السجن بحكم بان كان كيبيع ويشري في المخدرات وداك الشيء. مرت الاب ديالي ما بغاش تدخلني للدار حيت ما لقيتش الوالده لقيت الوالده ما كايناش داك الساعه باقا ما نعرفش انا الوالده ديالي راه توفات وهذا.
كرات لي مرت الوالد ديالي بيت دارنا، بيت دار عندنا كراتو لي باش تسمى داخلة من الدار وخارجة من الدار، يعني ما تسماش راني شي بلاصة ولا هادي، باش أي حد هادي تشكون راه بنت فلان ولا راه خارجة من دارهم ولا داخلة من دارهم. وبقيت مستمرة هكا، مرة خدامة كنخدم في قهوة في ميناج، مرة نخدم عند عيالات كيرقصو عليا، مرة هنا مرة نخرج نطلب، مرة نخرج نبيع كنينيكس، مرة المهم كنقول لك أخويا داز عليا العذاب والقهرة اللي ماشي اللي ما نبغيهم حتى شي وحدة، وما نتمناهمش شي وحدة ولو نكون كنكرهها، ما نتمناش ليها العذاب اللي داز عليا. ما بقاش في النعاس، نعس في الزنقة، نعس في شعاب، نعس في خلا، نعس في بيرماس، وهذا الشيء هذا ما تكررش غير وانا في صغري، هذا الشيء تكرر حتى وانا في كبري وانا مع ولادي كاع. صافي كيف ما قلت لك بقيت خدامه هكاك، تلاقيت مع واحد السيد، يمكن هذيك الوقيته انايا اللي كنت محتاجه الحنان ديال مي وديال با وديال خوتي، ما لقيتوش، ما لقيتو لا في با لا في مي لا في... يعني ما لقيتش حتى هو اللي قال لي عطوني داك الشيء ما لقيتوش. والوقيته اللي تعرفت عليه هو يمكن في واحد الفتره اللي هي قصيره، كان عطاني داك الشيء اللي انا محتاجه، داك الحنان ديال الاب، داك الخوف ديال الخوت، داك الاحترام ديال الوالدين لقيته فيه هو. صافي حطيت عليها الراس، قلت هذا هو الراجل اللي غنكمل معاه حياتي، هذا هو الراجل اللي غيكون عندي معاه، يعني داك الشيء اللي تحرمت منه واللي بزاف ديال الحوايج غنلقاهم فيه. ولدت معاه وليدات، ولكن لسوء الحظ ديالي كرر نفس المشكل، لقيت راسي عايشه ماشي مع راجل، لقيت راسي عايشه مع وحش اللي شنقول لك دمرني ودمر لي حياتي ديال بزاف، وما دمرش لي غير حياتي حاليا، حتى حياه ولادي كيدمروا قدامي وما لقيتش ليهم الجد. هز عليا جنوي، ضربني ليديا، خسرهم ليا، راه تصاور لو بغيتي تشوفهم راه كاين عند الادمين بشرى، نتمنى الادمين تصيفطهم لنا. ضربني في يديا وما كفاش، ضربني بجنوية في يديا، حيت حد الوقيته انا كان كيتعدى عليا بزاف وكيضربني بزاف وداك الشيء. اضطريت بانني زعما نمشي لدارنا، صافي تقهرت بالعصا، يوميا العصا كيدخل سكران يضربك، يدخل مقرقب يضربك، يدخل صاحي يضربك، يعني على ابسط الحوايج. غير مثلا نلقى غير الزفاف مثلا حاشاك وحاشا وجهك ما كاينش في الباب ولا غينوض، ما غاديش نقول لك هذا علاش انا ولا هذا علاش، غينوض غيبقى يخطفك ويبقى يضربك. المهم تقهرت اخويا بلاصة، قلت شنو غندير، غنمشي لدارنا غنهضر مع الوالد ديالي وغادي نقول له شنو زعما ياخذ لي حقي. وفاش مشيتي للدار بلاشي، فاش مشيتي عند الوالد ديالك اعترف بيك؟ انا الوالد ديالي كان معترف بيا، يعني كان عاطيني لذاك الناس وري الناس التصاور ديال الضربات. انا ما عنديش المشكل توري الناس التصاور، ما عنديش المشكل نهضر مع الناس بصراحه في اي حاجه، ما عنديش المشكل نقول الناس الاسم ديالي الحقيقي، ما عنديش المشكل اي حاجه، ما عنديش المشكل فيها، حيت انا بصح عايشه واحد الحياه اللي معذبه بزاف، عايشه واحد الحياه اللي لا اله الا الله، فهمتي؟ يمكن بعد المرة كنشوف حشارة في الدنيا عايشة أحسن مني. ما عنديش مشكل خويا، عندك عيني دير اللي بغيتي. اها وما كتفاش بان غير يضربني، انا ضرب با الله يرحمه حتى هو الوجه خسروا من وجهه. درنا مجزرة في الدار، ديمارة موطورو هبط نشوف حالاته، كانت اختك مدمره هكاك بلا يدين بلا والو، عايشه معاه مستديمه، راك شتي كي دايرين، صبع عندي فيه الحديد، الاخرى عندي مقطعين فيها ثلاثه ديال العصفات، يدي من فوق دايره فيها بلاكه ديال الحديد. المهم الحمد لله، وبقيت رغم من ذلك بقيت هزه وليداتي وكنخدم عليهم ميناج في القهاوي. انا دابا حاليا كنهضر معاك راني في الخدمه، راك كتسمع واقيلا الصداع وداك الشيء. دابا راكي خدامه في القهوه في شي قهوه ولا؟ دابا حاليا انا راك كنهضر معاك في ميناج.
انا دابا حاليا كنهضر معاك وانا في قبضه، انا في الخدمه حاليا. المهم يا ديك خويا تعذبت، شت راسي مدمره، ما عنديش لي الدين، ما عندي والو، ما عندي اللي غيهزني، ما عندي ام، ما عندي با اللي غيهزني حتى هو ولا غيكون معايا تضرب وجهو، صافي ما بقاش باغي تيشوفني. خوتي اللي غيهزوني ولا غيقابلوني ولا ما مسوقينش ليا البلاصه اللي انا فيها خواوها. وليت كنشوف جوج حوايج، كنقول يا اما نعيط ليه يجي يقتلني يكمل ليا اللي بقى، يا اما غيجي يهزني هاد الاعاقه اللي دار ليا. كذلك صونيت عليه قلت له فلان، قال لي شنو؟ قلت له شوف انا راني في السبيطار، شنو شنو شنو، انا دابا راني مخرجني اليوم من الطبيب، 15 يوم وانا ناسه في السبيطار، انا دابا اليوم مخرجني من الطبيب، راني ما عندي لا فين غنمشي لا فين غنجي، من ما 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 قدرت ندير حتى حاجه. شنو اللي ما خلانيش ندير؟ حكم الخوف اللي كنت كنخاف، مش الخوف، الرعب. انا كنت عايشه في رعب، كنقول نقدر غنصيفطو للحبس يخرج غيدير لي اكثر من هكا، نقدر قبل ما نصيفطو يسق الخبر بانني ديكلاريت ليه، يجي يقتلني، يجي يدير ليا، يجي يفعل ليا، يجي يترك ليا. لحقاش واحد الانسان رباك وربك على يدو، ربا فيك واحد الحاجه سميتها الخوف، ربا فيك واحد الحاجه سميتها الرعب، يعني ما رباش فيك يعني بانك ما تخافيش منه ولا لذلك شي حاجه تتحدايه وتوقفيه وتقابلي معاه وتساعده معاه، لا ربا فيا الرعب، رباني لدرجه بانني كنسمع غير سميت ولا غير الصوت ديالو كنولي كلي كنترعد. ما قدرتش نديكلاري بيه، جا وعندي البوليس حتى للسبيطار كيقولوا لي قولي لنا غير الكنيه ديالو، قولي لنا غير فين كيسكن، قولي لنا غير فين هادي، كنقول لهم انا ما عارفاش ما عارفاش، راه كنت عارفه فين ساكن، فاش كنت ساكنه معاه، فاش كنت مجوجه بيه وجالسه معاه، فاش دابس معاه وجيت لدارنا راه تحول، ما بقيتش عارفه فين ساكن. الوالد ديالي مشى دار ديكلاراسيون، دا تصاور، دا كل شيء، دار ديكلاراسيون، ولكن من مورا هاد الشيء هذا بمده 6 شهور توفى الوالد ديالي. الله يرحمه يا ربي ويسامحه. مشي توفى الوالد ديالي، صافي بقى داك ديكلاراسيون، بقى داك الشيء هكاك. صافي هذاك شاكك، انا ما قدرت ندير والو، كيف ما قلت لك انا راه عيطت عليه، قلت له اجي، يعني هذا الشيء اللي درتي ليا اجي، يا اما تقتلني يا اما هاد العرس اللي باقي كيخبط فيا كملوا، يعني انا بقى عايشه وانا ما عايشاش، باغا ناكل ما قادراش، باغا غير نشرب ما قادراش، باغا نقضي غير حاجه ديالي ما قادر، يعني في واحد الحاله راه يعني ما يحس بيا غير واحد الانسان اللي كان اللي ما عندوش يديه، اللي غيحس بيا انسان ما عندوش يديه جوج، حيت ما كليتهاش في يد ولا كليتها في يديا بجوج، وكليت اكبر ضربه في حياتي هي فاش تبت تضرب في وجهه وقدامي وفي طريقي، فهمتي؟ يعني ولو غتقول انا هاني يدي ولي نفسك تشوفي باك بحال هكا كتجي تدمري اكثر. صافي هذيك جلس هبط دوز معاه تقريبا هو شي 3 شهور لما 4 شهور، حتى حيد الغراس، حتى حيد داك البلايك من يديا ديال الطاكيت اللي كانوا طاكين ليا بهم يديا باش ما يتحركوش وداك الشيء. صافي هذيك من بعد منا وليت انا كنبغي نبعد شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه. حتى رجعت لهنايا دابا حاليا البلاصه اللي انا فيها، وليت كنمشي نخرج نخدم، مرة في قهوة، مرة عند الناس بيور، مرة هادي مرة هادي، كيجي هو كيطلب كيرغب سمحي ليا الله يسهل عليك أغلاط هادي هادي. ورغم من ذلك قلت اش غندير، عندي جوج ولاد ما نخليهمش يعيشوا هذيك العيشة اللي عشت أنايا بلا أم بلا أب بلا أم بلا خوت بلا والو، يعني داك الحرمان اللي عشت فيه أنا ما بغيتش ولادي يعيشوا فيه، ولو أنا كنت نضرب ولو أنا كنت أعذب ولو أنا كنت صغر غنزيد نصبر على وديت ولادي، غنزيد نصبر وغنزيد نكمل. وكذلك صبرت وكملت على وجه ولادي، ولو كيجيو نصبر للجوع، نصبر للقهره، نصبر بزاف ديال الحوايج، كنقول ماشي مشكل، المهم هو نشوف ولادي انا لابسين واكلين شاربين، كينوضو كيلقاو باهم، كينوضو كيلقاو امهم. وكندعي الله كل ليله كنقول يا ربي يا ربي خذ لي حقي، يا ربي خذ لي حقي، يا ربي ما طالبه منك شي حاجه، طالبه منك تاخذ لي حقي، هذا هو اللي طالبه مني. وحقا كما كان ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.
دزت من مورا من مورا هاد كل نهار قوت حتى كل نهار كندعي. من بعد منها واحد النهار ناض قال لي راه كنحس بيديا كضرني برجليا كضرني هادي، يمكن واقيلا حس كتنعس عليهم، راه حس كتنعس عليهم وداك الشيء راه ضارينك، داك الشيء علاش كيضرك. دزت من مورا 3 ايام طلع ليه لا طلع زوج هي هاديك. مشيت لقينا السبيطار باش نشوف شنو كاين، لقينا لابونسي طالع عليه 22، جاتو جلطة دماغية، دار لي شالة نصفي، دار لي شالة داك الجلطة دارت لي شالة نصفي شلل. ورغم من ذلك فاش وقع لي بحال هكاك قلت على وجه ولادي غنهزو وغنصبر وغنكافح باش ما نتسماش يعني الوقيته اللي هو طاح فيها انا بغيت ننتقم منه فيها. خصك اش نقول لك، خرجت ساعات طلعت في اللايفات عند الناس طلبات ورغبات على ودو. ما خليت ما درت اخويا على وديت، على وديت ماشي على ودو، يمكن على وديت داري، يمكن على وديت ولادي، يمكن على وديت واحد الحرمان اللي انا عشت منه، واحد بزاف ديال الحوايج اللي انا تحرمت منه ما وقعوا لي، ما بغيتهمش يوقعوا لولادي. يمكن حيت شفت ولادي بداو كيتدمروا قدامي، يمكن حيت شفت ولادي ولاو كيخرجوا لي الطريق، يمكن حيت شفت ولادي خرجوا من القرايه ما كيقراوش، يمكن حيت بزاف ديال الحوايج اللي خلاني نصبر على داك الشيء ونكافح ونوقف معاه. وقفت معاه الوقفه اللي ما توقفهاش مع حتى شي وحده، يعني الوقفه دي كما كنقولوا ديال بنات الناس، توقف على رجليه وحتى ولا بخير ونار وقف على رجليه. في نظرك اشنو غايدير؟ غيلوحني انا ولاد، غيلوحني ماشي غيمشي لا، غيلوحني غيلوحني للزنقه انا وجوج ولاد. ما عندنا لا ما نقدمو ولا ما نوخرو لا فين نمشيو ولا فين نجيو، ما عندي حتى شي حد، ما عندي حتى شي حد، حتى شي حد اخويا من عندي من غير الله سبحانه وتعالى. والدي متوفين، ام ديالي متوفيه، الاب ديالي متوفي، الخوت كلها يعني مع راسو كلها هز راسو، خوت يعني زوافريه حتى هما متبعين الطريق ديال باهم وداك الشيء. المهم خليك مع الله يسلمك، خذ راحتك، كلشي دير جاي مع فاكم، اي واحد يتفرج جاي وبارطاج، كل واحد يكتب لك المدينه ديالو باش ما يعاودش يتبلوك لنا بحال قبيلات ويتقطع اللايف، عافاك باش ما تقطعش، كل واحد يكتب المدينه ديالو، كلشي يصلي على النبي كذلك، كلشي داير مع كلشي، نديو الاجر، حنا تنسمعوا في نفس الوقت نديو الاجر، يلاه يا اخوان كلشي برك على جيم، كلشي يدير بارطاجي باش ما يتبلوكاش اللايف بحال قبيله. بقى شويه الصراحه. يلاه يا اخوان كل واحد يطاقي من الناس اللي تيعرف، شوف دير اروباسك وطاقي الناس اللي تتعرف. دير اروباسك وطاقي شي واحد من صحابك قول له دخل تفرج. نشوف شكون هما الناس اللي تيطاقيو. مسكين راه خدامه في القهوة وتتهضر معانا دابا. مسكين راه خدامه وتتهضر. شكرا لك حورية على البارطاج، شكرا لك انوار ال او، شكرا لك. درو شنو هادي؟ دروات دي دي، شكرا لك. الياس شكرا لك. سمح لي يا خويا الله يسهل عليك. نو نو ماشي مشكل. كملي لنا أمنية. يا ديك خويا اش نقول لك، في الاخر لحني انا ولاد جوج الزنقه، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا فين نجيو، ما عندنا حتى شي حد من غير الله سبحانه وتعالى. خرجت من الزنقه مع جوج ولاد، يعني داك الشيء اللي دوزات في الطفوله ديالها هي بوحدها ولات كدوزو مع جوج ولاد. داك النعاس اللي نعس في الزنقه انا بوحدي سي وانا صغيره، وليت كنعسو انا ولادي في الزنقه. ورغم من ذلك ربي سبحانه وتعالى حتى كنقول غنمشي ندير شي حاجه لا اعصابي الله باش نجيب الفلوس ولا باش نكري ولادي ولا باش نادي ولا باش نادي، ما كنقدرش. حتى كنمشي الطريق وكنعاود نرجع كنقول عاد ولا باش تراجيم، انا شنو كندير؟ واش انا هي باغي نتقاتل على ولادي، باغي نتقاتل على ولادي وغنمشي ندير هادشي هذا باش نجيب لهم طرف ديال الخبز حرام او باش نسكنهم بالحرام او باش ناكلهم بالحرام؟ لا لا عاد بلا مش تراجم، وكنعاود نرجع، كنعاود نرجع وكنصبر راسي وكنعنق ولادي وكنبوسهم وكنعنقهم وكنقول لهم اسمحوا لي، اسمحوا لي ولادي، سير ما بقاش ما ندير لكم هادشي اللي قسم عليا الله وقسموا عليكم.
قسم الله علينا هادشي احنا كنصرفوا فيه حتى لو كان يحل الله. جيت لدارنا واحد الدويره اللي كنقولوا حنايا المهم طبقه فيها حنايا اربعه ديال الخوت وراثه، جيت زعما باش نجلس فيها مع خوتي وانا ووليداتي. لقيت واحد الحاله اللي ما هياش، واحد طالع واحد هابط، ثلاثه طالعين جوج هابطين يعني بناس بولاد هابطين بالشراب. بعدي ما قدرتش نستمر بحال هكاك صافي، وليت كنخرج بالليل كنعس انا وولادي في الزنقه في واحد الفيرما كنباتو تما. لغت لي الصباح كينوضو هما كيبقاو يلعبوا في راس الحومه من لهنا، انا كنجي كنخدم في واحد القهوه كنخدم فيها في الميناج وكنجمع شويه بشويه. شديت واحد المحل المهم نقول الحمد لله حيت لقيت واحد المحل حاليا ساترني انا وليداتي جوج. هادشي هذا كامل حيت يمكن حيت ما لقيتش الوالدين، يمكن حيت ما لقيتش انا ام نحط عليها الراس، يمكن حيت انا ما لقيتش واحد الاب نتسند عليه، يمكن حيت انا ما لقيتش خوت اللي يكونوا بجنبي. والحمد لله وانا حاليا عايشه باعاقه بيديه، يعني اي حاجه كنبغي نديرها كنديرها بصعوبه، كنبغي نغسل الماء كنبغي نغسلهم بصعوبه، كنبغي نجمع كنجمع بصعوبه، يعني ولو غير في الخدمه بصعوبه. عندي بزاف ديال الحوايج ورغم من ذلك متحديه راسي ومتحديه الاعاقه ديالي وكنخدم على راسي 35 درهم من النهار باش نوكل وليداتي وباش نعيش وليداتي. 35 درهم من النهار؟ 35 درهم من النهار. اوه والله خويا الا 35 درهم من النهار، وانا كنهضر معك دابا حاليا في الخدمه وتسمع بودني 35 درهم آه. وكاريه 35 درهم 35 درهم كنجي نبدا مع 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 11 النهار حتى لهاد الوقيته هادي. امنيه امنيه شحال في عمرك امنيه؟ انا بنت 87. وليداتك؟ عندي واحد في عمره 16 عام، واحد في عمره 16، واحد في عمره 15. بجوجهم ما كيقراوش وبجوجهم عايشين واحد الظروف اللي لا واحد الظروف اللي مأساويه بزاف، لدرجه بان دري باغي يعس نضل ما يلبس ما لاقيهاش، لدرجه بان دري باغي يقرا ما لاقيش الجهد. انا ماشي ما لاقيش الجهد، انا اللي ما لاقيش الجهد، ولكن الحمد لله كنتمنى خير ان شاء الله من هنا للقدام كنتمنى خير. يا أمنية يا أمنية أنا بحالي أنت في سلاياك حاليا. أنا في سلاياك أمنية في حالة كاين شي واحد فضل الله يبغي يعاونك في خدمة ولا بغي يعاونك بشي حاجة نحتوه الرقم؟ أنا شو أقول لك، أنا شي حد اللي بغي يعاوني بخدمة على عيني وراسي، أي حد بغي يعاوني بشي حاجة ما عنديش المشكل على عيني وراسي. وحتى الخدمة أنا ملا كانت شي خدمة اللي غنقدر عليها ولا غتقدر تعاوني ما نكرهاش. علاش؟ لانه ولو الانسان غيعاونني اليوم ويعاونني غدا غيعيا، لان كيقول لك راه كيعيا اللي كيعطي وما كيعياش اللي كيشد، ولكن اللي غيعاونك بخدمه غيعاونك غيعاونك طول حياته وغيعاونك طول حياتك. فهمتيني خويا؟ فهمتي اي حق ما كرهتش ما كرهتش اللي عاونني على وديت بزاف الحوايج، يمكن ماشي باش نقول لك باش نسكن ولا باش غير باش نوكل وليداتي او غير باش نكسي وليداتي او شي حاجه بحال هكا، ولكن لك اللي جات من عند الله مرحبا بها. انا مادام كنوض وكنلقى غير وليداتي حدايا، يا سواء واكلين سواء ما واكلينش كنلقاهم مجموعين حدايا، هذيك هي الدنيا وما فيها عندي. ومادام كنوض وكنقدر نكافح ونخرج نخدم ونجيبهم اليوم حلال ونوكلهم اليوم حلال ولو غير خمسة درهم ياكلوها في النار وحلال، ما كيهمنيش الحال وكنقول الحمد لله. اللي بغى الرقم ديالو أمنية يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية هذه فيسبوك بي اد اخ اسباس اش اي ال اي ال اي، يكتب لي بغيت الرقم ديال أمنية من مدينة السالة. نتمنى ان نلقاو شي واحد يعاونها في خدمة ولا يساعدها في خدمة. أمنية شنو نقول لك؟ انا نقدر نقول لك نتمنى انك تعيط لي شي نهار كما يعيطوا لي بزاف ديال الناس وفرحونا، حتى انت تعيط لنا ولقى بان حياتك ولات احسن. الله يقدرك على وليداتك والله. وفي نفس الوقت يا ربي امين. تنتمنى من الناس اللي تتفرجوا كل واحد في لي كومونتير يخلي على الاقل شي دعوه، غير دعوه ما قدرش تعاون تعاونها بشي حاجه، حاجه عاونها غير دعوه حاجه هي الدعاء. تا
تنتمنى ان ربي يفرحك. مازال باغي تقولي شي حاجه؟ ضيفي شي حاجه امنيه؟ اللي غنبغي نقول هي اي وحده كتسمعني او اي بالخصوص يعني كنهضر على العيالات او على البنات، اللي غنبغي نقول لهم هو يكون ايمانكم بالله سبحانه وتعالى قوي، وتكون ايمانكم في راسكم ذاتكم تكون قويه اكثر من اي حاجه، وبغيو راسكم وعزوا راسكم وما تدلوش راسكم وما تخليوش اللي يسوى واللي ما يسواش ياكل ليكم في لحمكم على وديس الفلوس كما كنقولوا حنا، وحاولوا تعيشوا به قليل ومداوم ولا تعيشوا به كثير كما كنقولوا ومقطع. فهمتي؟ نتمنى الخير لأي وحده، ونتمنى السعاده لجميع الناس، ونتمنى لك التوفيق حسن تا خويا ولا لك ولا الأدمين. انا تنتمنى لك الخير، وتنتمنى انك كما عيطوا لهاد الناس كاملين حتى شي نهار تعيطي لي، ولكن هاد المره تعيطي لي وفرحه في وجهك. يا ريت خويا والله كنتمنى انا، ولو كنت كنبغي ندير بزاف د الحوايج وكيتعرضوا لي الناس في طريقي بزاف د الحوايج، ماشي بحاجه ماشي غير مؤخرا كنت طلعت عند واحد الناس باش يوقفوا معايا، كنت بغيت ندير غير بروجي غير بيع وشري باش نبيع ونشري وداك الشيء، وكانوا بغاو يوقفوا معايا وكانوا بغاو يساعدوني وكانوا بغين يديروا لي زعما داك الشيء اللي كنت باغا، وطلعوا الناس في طريقي ما كنعرفهم ما حتى شي حاجه، وفهمتي والله ياخذ الحق. داكشي اللي كاين تنتمناوه انا، ربي يسهل عليك، وتنشكرك بزاف. يا ربي امين، يا ربي امين خويا، الله يسهل عليك. شكرا لك، بارك الله فيك خويا، والله يجعل ربي يسهل لك، وشكرا لكم بزاف.